هل تعتقد بأن القوات الروسية الآن قادرة على مسألة تعويض هذا العجز في الأيام المقبلة أم لا؟ لأن هذا الأمر أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وتحدثت عن أنه الآن يتم عمل عقود قصيرة الأجل لبعض من الجنود المتعاقدين مع الجيش الروسي، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم إعلان حالة التعبئة العامة داخل الدولة الروسية. لذلك روسيا حريصة بالفعل على أن تقوم بسد هذا العجز في عدد قواتها بأوكرانيا. كيف ترى هذه المسألة؟ لا شك أن الخطاب الرسمي الروسي ما زال حتى اللحظة هو خطاب محلي، والاستهلاك المحلي لا قيمة له إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخسائر الكبيرة التي تكبدتها سواء على صعيد سلاح الجو أو حتى على صعيد البر، وكذلك أيضا في البحر. يعني غرق بارجة قبل قرابة الشهر أيضا أثر كثيرا على مسار العمليات وخاصة البحرية. هنالك خشية كبيرة من اقتراب من الشواطئ، هنالك أيضا مسافات، يعني هنالك روسيا تحسب المسافات أو قدرات الصاروخية بالنسبة للجانب الأوكراني، فهي يعني تقوم بالاستهداف عبر صواريخ بعيدة المدى ولتكون مكلفة بذات التوقيت. يعني هنالك أيضا عاجز بالنسبة للاقتصاد الروسي نتيجة لهذه العمليات، وطول أمد هذه العمليات العسكرية ربما قد يساهم بشكل أو بآخر في يعني خلل في المؤسسة الاقتصادية برمتها. كذلك أيضا منع يعني أو منع التصدير الغاز وكذلك أيضا النفط، يعني هنالك مسائل اقتصادية عديدة، لكن روسيا أيضا تبحث عن بدائل بتعاونها مع الصين وإيران. هذه الزاوية الأخرى من الممكن أن يكون هنالك نظام يعني نظام اقتصادي عالمي خاص بتلك الدول التي تتعاون بشكل عام على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري. لكن بخصوص العجز الذي تواجهه روسيا في المعركة، أعتقد أنها حتى هذه اللحظة لم تزج سوى بأقل من 20% من قواتها العسكرية، لكن هذا التوقيت بذاته نحن نعتقد أن هنالك مشكلة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية، نظرا لأن إقالة الكثير من القادة الميدانيين، كذلك أيضا تغييب العديد من القادة العسكريين له يعني له أثر كبير على نفسية المقاتل وكذلك أيضا على القوات المهاجمة. هنالك يعني حالة امتعاض كبيرة نتيجة لعدم تحقيق الأهداف ونتيجة للقدرة الروسية التي تدعيها، بمقابل ذلك تفاجأت بحجم القوة أو الدفاع الأوكراني.